لو سمحت، أنا مسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ولكن أنا تركت الصلاة من سنتين وشوي تقريبا أو ثلاثة تقريبا. أنا أريد منك تفسير، مش بحقي أنا، بحق كل إنسان ليعلم التفسير الحق بالقرآن الكريم. ما حكم تارك الصلاة؟ والسؤال الثاني، أين نحن من اللغة العربية لنتفقه بالقرآن الكريم؟ آخر كريم، ثمة أشياء لا تحتاج إلى كبير علم. لا يعقل أن مؤمنا يرجو أن يلقى الله على يقين أنه سيلقى الله ثم يسمع مناديه ولا يجيبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشرك بالله وإن قطعت وحرقت، ولا تترك الصلاة فمن ترك الصلاة فقد برئت منه ذمة الله. يمكث الإنسان سنتين عمدا يهجر الصلاة، هذا أمر لا تطيق النفس أن تسمعه فضلا على أن تقوم به. اللهم إني أسألك بأحب أسمائك إليك وأعظمها زلفى لديك أن ترد أخانا السائل هذا إلى دينك، وأن ترده إلى صلاته وصيامه وعبادته لك. نعم.